اننا حسبناه مع الفصل 19 لمقام الله في الفصلين 41 و 42. ملي كيجي السي توفيق وكيقول لنا بان البيع عقد سياسي، البيع عقد سياسي، انتهى الامر. لقد عادنا الى الفصل 19 بمعنى اخر. شنو هو المعنى ديالو؟ المعنى ديالو ان علينا ان نقرا اليوم الفصلين 41 و 42، ان نقرا ما بين السطور ما بين التنايا، وان هذيك التنايا يستوطنها الفصل 19. راه واخا حيدناها، هذا هو المعنى ديال التوفيق بدايه عليه. الدستور اش معناه؟ الدستور معناه ان العلاقه بين الحاكم والمحكومي تحكمها هذه الوثيقه المدنيه. ملي كيهضر لنا شي حد على عقد اخر يحكم، عقد اخر سياسي، ممكن يكون عقد ثقافي ولا عقد كذا، راه بلجيكا تيقولوا ملك البلجيكيين وليس ملك بلجيكا، لان ثقافيا كاين واحد العلاقه تاريخيه وثقافيه مع الشخص ماشي مع المؤسسه، ولكن المؤسسات ما كيحاكيهاش. لما كنقولوا عقد سياسي البيع انتهى الامر. اذا هل توفيق يعبر عن الدوله العميقه؟ الدوله العميقه تقرا الدستور كراهه لا علاقه لها بالكراهه التي تكون بها او بالطريقه التي تكون لنا بها الدستور. اذا المشكله غير تفكيرا التنزيل، وهذا ماشي شكل من اشكال التنزيل، التاويل في نهايه الامر.